رمسيس وذهب الفراعنة. بقولكوا ايه يا جماعة، انتوا خدتوا بالكم من الحاجات اللي بتتنشر عن الهرم اليومين اللي فاتوا دول؟ هنبقى نحكي عنها برضه في مرة من المرات، ولازم ناخد فيها رأي علماء. يعني انا بظن ان ده موضوع مهم جدا لازم نتكلم فيه. من اكتر الحاجات اللي عجباني بالمناسبة، وده بجد من الحاجات اللي عجباني جدا في العشر سنين اللي عدوا علينا دول وعدوا علينا هوا، هو اهتمام مصر البالغ بالحضارة المصرية القديمة، وكم البعثات الاستكشافية والأثرية اللي بتتعمل اللي هي مصرية 100%. الاهتمام بهذه الحضارة، الاهتمام المذهل اللي حصل في المتحف الكبير. المتحف الكبير ده قعد مركون سنين على فكرة، ملهاش علاقة لا بالثورة ولا بتاع، قعد مركون. مهم يعني في اهتمام بجد. في بقى عندنا معرض اسمه كده، اسمه رمسيس وذهب الفراعنة، وانا احب ان احنا نغير كلمه وذهب الفراعنه دي، يعني تبقى وذهب المصريين القدماء او قدماء المصريين. يعني حدوته ال 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 المعرض ده كان عنده رحله رائعه في متحف استراليا في مدينه سيدني تحديدا. عارف كم واحد دخل وزوره؟ 500,000 بني ادم، نص مليون بني ادم عايزين يشوفوا المعرض المصري ده. حاجة مذهلة يعني. بالمناسبة اللي قال الكلام ده الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور محمد إسماعيل خالد. يعني احنا هنا بنتكلم على تصريح من المسؤول الأول عن الآثار في مصر بعد الوزير مباشرة. المعرض يا سادة يا كرام، ايوه هتبص على فكرة التصميم نفسه بتاع اللوحة بتاعت المعرض حلو، طريقة العرض حلوة. أنا الحاجات دي بالنسبة لي بتلفت نظري جدا، وبتلفت نظري لأنه ده بيخليني أبقى شايف قد إيه إحنا لما بنحب نعمل الحاجة حلو وصح بنعملها بالمظبوط. طبعا في واحد هيجي يقول لك على فكرة ده الناس بتوع سيدني هم اللي، لأ لأ، لازم إحنا زائد الناس بتاعت سيدني اللي لازم نشتغل سوا على طريقة العرض، التصميم، كل ده لازم احنا سوا، ما ينفعش هو بس. انا مش بعت بضاعة تتعرض في فاترينا وبنروح، المسألة ما هياش كده، عشان بس ايه الناس اللي هي ايه دعاة الانهزامية والانبطاح والانسحاق طول الوقت امام الغرب يعني. مهم، وان كان سيدني في الجنوب، اقصى الجنوب، اقصى الجنوب الشرقي من الكرة الارضية. مهم يعني المعرض كان فيه 182 قطعة. طبعا أهمهم هم تابوت الملك رمسيس الثاني، ده من المتحف القومي للحضارة المصرية. عدد من القطع من مقتنيات بقى المتحف المصري اللي عندنا في التحرير الأنتيك خانة، وده برضو من عصر الملك رمسيس الثاني. بعض القطع الأثرية اللي موجودة كانت من مكتشفات البعثة المصرية في منطقة سقارة إلى آخره. حاجة الحقيقة عظمة ولطيفة ورائعة ومبهجة إلى أبعد الحدود. نص مليون بني ادم جايين يشوفوا الحاجه بتاعتنا. خليني هنا اخد معانا على التليفون دكتور مؤمن عثمان، رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الاعلى للاثار. اهلا بيك يا فندم. مساء الخير على حضرتك. ازاي الصحه؟ كله تمام؟ تمام تمام يا فندم. والله الحاجه اللي احنا شايفينها دي واللي بتتعرض هناك في سيدني شيء عظيم، وانا بكلم حضرتك كرئيس قطاع المتاحف، افتنا في ذلك عشان انا عارف يا فندم ان في دعاه انهزاميه. يجي يقول لك بص الحاجة معروضة ازاي، بص التصميم بتاع المدخل ومش عارف عامل ازاي، بص التصميم بتاع عرض المتحف عامل ازاي، شايف الأجانب بيعرضوا حاجتنا ازاي. فأنا كنت بقول حالا يا سادة يا كرام، هذه الأمور ما بتتعملش من جانب الجهة اللي بتستضيفنا فقط لا غير، لازم احنا الاتنين سوا، صح ولا أنا غلطان؟ لا ده حقيقي تماما. أنا سمعت الكلام حضرتك الدقيق جدا. ده بيتم من خلال لجان مشتركه بين الطرفين، ان احنا لازم نوافق على التصميم عشان ما يخرجش عن السياق اللي هو الحضاري اللي احنا متعودين عليه، وعشان ما تكونش فيه معلومات مغلوطه. فاحنا بنراجع حتى الماده العلميه اللي بتكون موجوده داخل هذه المعرض، ولازم يكون في اتفاق على شكل المعرض هيكون ازاي. احنا لدينا حتى حضرتك هتشوف المتاحف الحديثه بالنسبه لي زي متحف الحضاره او المتاحف اللي افتتحت حديثا، هتلاقي مستوى العرض المتحفي بقى متطور جدا لدينا. جدا عشان كده اصبح لدينا خبره كبيره في الاتجاهات الحديثه داخل المتاحف،
وبنعمل دلوقتي يعني أنا معاك يا دكتور. حصل حاجة دكتور، ضغط على زرار الظهر مبقاش فيه زراير في التليفون، التاتش، فغالبا اتنقلنا على الهولد. اللي انا عايز اقوله لحضراتكم الى ان نعود الاتصال بدكتور مؤمن ان استطعنا. يعني معانا دكتور مؤمن مره تانية، اهلا بيك يا فندم. مع حضرتك اهو، اتفضل يا فندم. كمل يا فندم. فده بيتم عن طريق لجان مشتركه بيننا وبين موضوع المعارض في الخارج. عظيم جدا. طيب انا هرجع بقى على مساله المعارض الجواله، احنا ماشيين في السكه دي للفتره القادمه دكتور ولا ايه؟ احنا عندنا اتجاه جيد جدا ان احنا دول بنعتبرها ترويج سياحي وثقافي للمنتج السياحي المصري، المنتج الثقافي المصري. فعندنا توجه جيد جدا في الموضوع دوت، ليس فقط داخل الاسواق الامريكيه او الاسواق الاوروبيه، احنا حتى في توجه جديد ان احنا في الاسواق الاسيويه. في معرض جديد هيفتتح في شهر يوليو ان شاء الله في مدينه شنغهاي، في متحف شنغهاي بالصين، وده هيكون اكبر عدد من القطع الاثريه اللي خرجت لمعرض خارج مصر، حوالي 787 قطعه. دي من روائع الفنون، الفن المصري في الفنون المصريه القديمه. وده هيكون معرض اتصور ان هو هيكون معرض ليه رد فعل كبير جدا في على مستوى العالم. عظيم جدا. احنا كنا كمان زمان كنا بنروح كتير جدا الولايات المتحده الامريكيه، هل هنرجع تاني نبعت القطع بتاعتنا للعرض في الولايات المتحده الامريكيه ثم تعود الينا مره اخرى؟ احنا في الموضوع دوت لدينا يعني في معايير بنشتغل بيها، ومنفتحين ان احنا نعرض المنتج الثقافي بتاعنا، ان هو منتج جاذب جدا وفي نفس الوقت بيعمل عمليه ترويج كبيره جدا. ترويج بيكون دلوقتي يعني احنا بنخرج اثارنا او القطع الاثريه المهمه عشان نعرضها خارج مصر، سواء في الولايات المتحده او في الدول الاوروبيه او حتى في اسيا او حتى في بعض الدول العربيه ايضا اللي هي دلوقتي بتطلب بعض المعارض في الخارج. هايل. بنحقق ترويج سياحي كبير جدا، وبيكون العائد منه ليست القيمه الدولاريه اللي احنا بناخدها نتيجه تنظيم المعرض فقط، بل ايضا بينتج عنه السياحه مردود سياحي كبير جدا من هذه الدول بعد عرض القطع الاثريه والمعرض دوت خارج مصر، لان الناس بتتحمس وتتشجع اكتر انها تيجي بقى تزور هذا البلد صاحب هذه الحضاره. لا، واحنا بنعمل كامبين بيبقى فيه كمان عمليه ترويج سياحي كبير جدا بتقوم بها هيئه تنشيط السياحه الى جانب المعرض اللي بيكون موجود هناك. عظيم جدا. انا بشكرك جدا يا دكتور مؤمن، كل الشكر لحضرتك. الدكتور مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الاعلى للاثار. قبل الفاصل لازم حضرتك تبقى فاهم حاجه، انا هجاوبكم بسرعه على الاسئله. هل لما بتسافر الحاجات دي بتبقى مؤمنه؟ بتبقى مؤمنه الى اعلى درجات التامين اللي ممكن تتصورها. يعني ازاي؟ يعني بيبقى في شركات متخصصه بتعمل عمليه تامين على هذه القطع، والمبالغ تفوق الخيال. ده نمرة واحد. نمرة اتنين، بيبقى شركات التأمين نفسها همها الأول والأخير إنها تحافظ على هذه القطع طول مدة الرحلة لحين عودتها إلى مصر مرة تانية. يعني مش بس أنا اللي بأمنها بقى كمصر، لا، وشركة التأمين بتبقى شركات دولية كبيرة جدا، لأنه بالتأكيد مش عاوز يدفع فلوس التأمين، وبنحط مبالغ تخض. أنا بقول لك الكلام ده الحقيقة يعني، لأنه ده جزء من شغلتي في مجلس النواب. فبيبقى طيب، هل الكلام ده بيبقى مفيد لينا ماديا؟ طبعا بيبقى مفيد لينا ماديا على الصعيد المباشر، وبيبقى مفيد لنا ماديا، وده اللي ذكره دكتور مؤمن، على صعيد غير مباشر، ان احنا بنعمل زي ترويج عام للسياحه في مصر، مش بس كمان للسياحه الثقافيه او لهذه القطع اللي راحه في معرض جوال ثم تعود الينا مره تانية.